مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ورحب بضيفي هذا الأسبوع الأستاذ فهد القاسم المدير التنفيذي لشركة أموال للاستثمار. مرحبا فيك أستاذ فهد. مرحبا وسهلا. أيضا معي من دبي المحلل محمد السويد الخبير المالي والاقتصادي. أستاذ محمد مرحبا فيك. يا هلا والله، حياك الله. الله يحييك أستاذ محمد ويحييك أستاذ فهد. وبداية نبتدأ معك أستاذ فهد في البداية، وسؤالي بالتحديد وصول المؤشر 6515 نقطة في هذا الأسبوع. أيضا شهدنا في هذا الأسبوع إعلانات مهمة، منها إعلان شركة سابك، ومنها إعلان الاتصالات السعودية، وأيضا موبايلي والكهرباء، أيضا شركات قيادية تم إعلانها الأسبوع الماضي. أيضا كان هناك إعلان للبنوك، بنك الراجحي أعلن أيضا بارتفاعات في أرباحه، بعض البنوك أيضا البعض صاغها، بعض سواء كان محللين أو المناظرين الاقتصاديين، بأن هناك أرباح جيدة للقطاع البنكي. وصلنا ل 6515 نقطة، هل هو جيد في الوقت الحالي؟ هل هو منطقي نوعا ما، أم هناك تضخم تجده في المؤشر، أو أن لازلنا تحت المستويات المفروض أن نكون؟ طبعا هذا السؤال سوف ينتقل للأستاذ محمد متى ما انتهيت من إجابتك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتقد أن استقرار السوق بشكل عام وعدم وجود ذبذبة عالية فيها، أنا أعتقد هذا مؤشر إيجابي. الاستقرار والخفاض اليوم مثلا 25 نقطة فقط، الأمس كان حدود أيضا نسبة قليلة، أنا أعتقد أن كل هذه مؤشرات إيجابية. أسوأ شيء أنه يبدأ من بداية الأسبوع بزيادات هائلة وبعدين ينتهي نهاية الأسبوع بزيادات هائلة، ثم نفاجأ أن يوم السبت بدأ بتحقيق مكاسب من بعض المضاربين في السوق، وتبدأ في النزول أيضا يوم يومين ثلاثة، اللي ما يخلق استقرار في السوق، وبالتالي أدي إلى هروب السيولة صراحة من السوق. فأنا أعتقد المؤشر كمؤشر بهالحجم هذا وفي المرحلة هذه أعتقد أنه جيد. أيضا لو قارنا المؤشر الأسبوع هذا أقفاله بالأسبوع الماضي والأسابيع اللي قبل، أنا أعتقد أنه قاعد يتصاعد تصاعد تدريجي في مصلحة السوق بشكل عام. التصاعد بطيء لكنه صراحة ثابت، يعني ما صرنا نشوف والله 10% نسبة و 8% و 7% هبوط، وإن كان في بعض الشركات يتخللها شيء من هذا. طبعا اليوم الأسبوع هذا كان فيه نتائج شركات الرئيسية اللي في السوق كلها أعلنت. البنوك مثلا كل البنوك العشرة أعلنت، باستثناء طبعا بنك الأهلي لأنه غير مدرج، وكانت النتائج حقتها نعتقد إيجابية جدا مقارنة بالمتوقع. الناس كانوا متوقعين يصير في مخصصات عالية، لكن أعتقد أن خاصة البنوك الرئيسية الأربعة الكبيرة وممكن نتكلم عنها أيضا بعد شوي بمزيد من التفصيل. أنا أعتقد إعلان سابك، وإن كنت أنا في وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد أنه إعلان مخيب الأمان من ناحية الربحية، لكن السوق كان متوقع أسوأ. المضاربين كانوا متوقعين نتيجة يمكن تصريحات سابك وتصريحات المسؤولين على البتروكيميكالز والأسواق العالمية، كثير من المضاربين وكثير من المحللين كانوا يتوقعون سابك تحقق نتائج أقل كفاءة من اللي حققتها في الربع الثالث، لكن في بعض الشركات تنظر أنها مجرد الربحية هذه أيضا مكسب. أنا أعتقد أن هذا أيضا أثر في السوق تأثر كبير، ليس الزيادة ولكن الاختلاف عن توقعات السوق، توقعات المحللين والمضاربين. الاتصالات ما شاء الله عليها تبارك الله، كل المنافسة قاعدة تزيد لصالح المستثمرين، لكن العوائد قاعدة تزيد بشكل أيضا واضح ومتوقع توزيعات أرباح خاصة بشركة الاتصالات السعودية. النتيجة الربحية منخفضة لكنها لا زالت الربحية في السهم عالية، يعني يمكنها طبعا ربحية منخفضة مقارنة بالأرباع الأخرى والعام الماضي، لكنها لا زالت عالية، والربحية المنخفضة متوقعة لزيادة صراحة. يعني السنة هذه دخلت زين السوق، زين مصرحة أنها حصلت على تقريبا 15% من سوق الجوال في المملكة، هذه الحصة يمكن 70-60% منها من الاتصالات، والجزء الآخر من الموبايل. ما عندنا احنا يعني شركات أخرى، ولا في استرتش في السوق حق الاتصالات أنه يزيد فقط لهالغرض هذا. فهذه الإيرادات 800 مليون اللي حققتها زين بتكون على حساب شركتين الأخريتين من ناحية الأرباح. جميل. السؤال انتقل لك أستاذ محمد السويد حول منطقية وصول مؤشر إلى مستويات 6515 نقطة في ظل هذه الظروف اللي ذكرناها، هل هو منطقي؟
هو المنطقي ان نشوف يعني مستويات المؤشر في على حدود 7000 8000 هذا المنطقي طبعا. لكن يعني ارتفاع المستويات الحاليه يعني حتى الان انا اشوفه يعني جيد، ولو انه يعني خلال الفتره القادمه يعني خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع القادمه احتمال انه ممكن ندخل في فتره تذبذب حاده، طبعا بسبب يعني خلينا نقول التذبذب الحاد اللي راح يصير في الاسواق العالميه اللي من ضمنها يعني تحديدا مؤشر الداو جونز. طبعا المهم في الموضوع الان ان المؤثرات السلبيه اللي كانت تضغط على السوق في الفتره الماضيه اللي هي مشكله معن الصانع وغيره نوعا ما يعني انتهت، يعني انا اشوفها ما عاد لها تاثير واضح. بالنسبه للتخوف اللي كان على نتائج سابق ايضا يعني اضمحل بشكل كبير. فيعني خلينا نقول اي اخبار سلبيه كانت تضغط على السوق يعني الان نوعا ما شبه انتهت. فمجرد بس ما يتحسن السوق الامريكي خلال الفتره الجايه يعني متوقع انه ممكن أنا يعني المؤشر يبدا يواصل صعوده خلال الثلاث اشهر القادمه باذن الله. طيب بالنسبه للتذبذب الحاد اللي ذكرته انت استاذ محمد، هل التذبذب تقصد ارتفاعا او انخفاضا؟ نعم هذه هنا في المؤشر بحيث انه يكون انا لما اتكلم عن حاد اتكلم عن 200 300 نقطه. نعم هذا اللي كنت يعني قلبي طيب صحيح هذا اللي اعتقد راح يصير، لان نتائج الشركات الامريكيه والاوروبيه الان فيها نوع من التعارض، مش ما هي كلها جيده ولا هي كلها سيئه، يعني ما بين فتره عندنا اليوم يعني نتائج يعني بعض البنوك والبوينغ يعني كانت متعارضه نوعا ما، يعني راح يكون تاثيرها على الاسواق الامريكيه مش واضح حتى نهايه الاسبوع تقريبا بعد ما تظهر شركات او نتائج شركات اضافيه. فهذا اللي انا يعني قاعد اتصوره الان، يعني حتى نهايه الاسبوع بالنسبه للاسواق الامريكيه مع صدور نتائج شركات اضافيه يبدو لي ان الاسبوع القادم بالنسبه للسوق السعودي راح يكون في تذبذب حاد تفاعلا مع التذبذب الحاد اللي راح يكون موجود في الداو جونز. وانا طبعا امل انه ما يكون في تذبذب حاد يعني خلال الفتره الحاليه، لان ان شاء الله خلال الفتره الجايه نكون نواصل يعني صعودنا باذن الله. طيب في ايضا مساله التذبذب الحاد بسبب الداو جونز تقصد؟ نعم، لان يعني السوق السعودي ترى من بدايه ارتداده خلال الثلاث اشهر الماضيه يعني كان مرتبط بالتحسن في الاسواق الامريكيه. طيب. التشاؤم كان عام بالنسبه لنتائج الشركات. فاللي ممتاز، لكن هذا التذبذب الان التذبذب استاذ محمد هل سببه الداو جونز؟ اذا الداو جونز ما السبب في ان يكون هناك تذبذب واضح في الداو جونز؟ هو اي تحسن الان في السوق السعودي مفترض يكون طبعا خلينا نقول يعني يقاس بالتاثير نتائج الشركات، ونتائج الشركات بالنسبه للسوق السعودي اغلبها طلعت طبعا الحين وانتهت يعني. فأي ترقب الآن لنمو أو أشياء ثانية الحين يعني تأثيره ضئيل مقارنة بالتأثير الأسواق الأمريكية تحديدا. وطبعا اللي لأنه هو اللي طبعا رافع لنا السوق خلال الفترة الماضية مع وجود التشاؤم اللي كان موجود من القطاع البنكي والقطاع البتروكيميكالز. ولكن السوق الامريكي الان مرتفع، يعني ما في شيء يدل على انه في تذبذب حاد ممكن يصير. هذا الموضوع طبعا انا ما بتكلم عن الوضع الحالي، انا قاعد اتكلم عن مستقبلا طبعا. اتكلم مستقبلا الاسبوع الجاي. نعم يعني اتكلم عن في الفتره القادمه بالنسبه لل يعني الداو جونز هو تجاوز المستوى مهم اللي هو 9800 تقريبا، والان يتداول على حدود او قاعدين يتذبذب في مستويات 10000، وهذا شيء طيب بالنسبه للداو جونز. لكن اي اخبار سلبيه بالنسبه للشركات يعني وهذا طبعا استبعد انا ان شاء الله، اي اخبار سلبيه ممكن تزيد من حده التذبذب اللي انا قاعد اتوقعه، وهذا طبعا بيكون مؤقت يعني ان شاء الله خلال اسبوعين ثلاثة اسابيع وان شاء الله يتحسن على يعني على شهر نوفمبر شهر ديسمبر ممكن تكون الارقام تكون افضل من المستويات الحاليه ان شاء الله. طيب استاذ فهد خلنا نبدأ مع الإعلانات المهمة أيضا في اللي ظهرت هالأسبوع، منها خلنا نتكلم عن إعلان سابق. أنا حقيقة شدني كلامك عن أنه مخيب للأمل، مع أنه أنا استضفت أكثر من شخص كانوا يتكلمون على أنه جيد، وأيضا السوق تفاعل إيجابيا يعني مع سابق في يوم الثلاثاء، أعلن يوم الاثنين تقريبا أو أعلن يوم الثلاثاء الخبر سابق،
وكان السوق تفاعل إيجابي بشكل واضح في بداية السوق. يعني خلينا نفرق بين الإعلان له علاقة بالسوق ولا علاقة بالشركة. يعني إذا كانت تتكلم عن السوق فاللي أثر في السوق شيئين، يأثر في السوق التوقعات من الناس أو المضاربين أو المتعاملين على سعر الأرباح وعلاقتها بسعر السهم، ويأثر عليهم أيضا الكلام الكثير اللي كان يطلع قبل الإعلان حق السابق. لكن الشركة كشركة لما يكون ربحية السهم خلال 9 شهور الماضية 1.79 ريال في مقابل 7 ريال العام الماضي.